بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغايات المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، قال: وأما القياس فهو لغة التقدير والتسوية. قلنا بأن أما تأتي في معرض التفصيل وهي شرطية، وأما القياس فهو كذا وكذا. يبقى أما حرف شرطي يؤتى به للتوكيد ويؤتى به للتفصيل، لأن وقع في مقابلة وأما الأخبار فكذا وكذا، وأما القياس فكذا وكذا، وأما كذا وهكذا. قال: وأما القياس. القياس له معنى في الاصطلاح وله معنى في اللغة، والقياس باب كبير من أبواب أصول الفقه، وهو باب مهم ينبغي لكل مشتغل بالفقه أن يعتني بدراسة هذا الكتاب وأن يتقنه وأن يطبقه حتى يدرك الفروع الفقهية وما بنيت عليه، لأن دائما يكثر الإلحاق في الفقه قياسا على كذا قياسا على كذا، ويأتي بالعلة مضمنة للقياس وهكذا. فينبغي عليك أن تتقن القياس حتى تدرك مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وهو مصدر كبير وفيه سجال عظيم وتنبني عليه كثير من الفروع الفقهية، ويكون سببا من أسباب اختلاف الفقهاء، لأن أحيانا يقر الإمام هذا القياس وغيره يقول: لا، لقد ألحقته بأصل آخر. وهنا يأتي ظهور العقلية الفارقة. يعني العقلية الفارقة ظهرت فين وتجلت فين؟ تجلت في كتاب القياس، لأنه أحيانا يقيس هذا الإمام ثم يأتي إمام آخر ويقول: قياسك غير سليم، فيطالب بالفرق بين الفرع وبين الأصل. وهذا الفرق إنما هو دراسة واسعة للفروع، ودراسة واسعة لمقاصدها، ودراسة واسعة لمقاصد الشرع. فالقياس أعتقد أنه باب من أهم أبواب أصول الفقه لطالب الأصول ولطالب الفقه أيضا، لأن يقبح بطالب فقه ألا يدرك أصول الأحكام، ما يعرفش طب القياس ده قياس إيه؟ قياس علة ولا قياس دلالة ولا قياس شبه؟ طب لو قياس علة هل هو قطعي ولا ظني؟ طب ولو قياس دلالة هل يتخلف أو لا؟ وهكذا أشياء كثيرة. ضابط الفقه وطالب الفقه ينبغي عليه أن يدرس هذا الكتاب دراسة واعية. مهم جدا إن هو يتوغل في القياس. ليتكم تقرؤون كثيرا في هذا الباب، لأنه مهم سيساعدك في الفروع الفقهية، ولكن مش من غاية المأمول فقط، لأن غاية المأمول تكلم على القياس ولم يستفط في شروط العلة، ولم يستوعب كل شروط العلة وشروط الأصل وشروط الفرع وقوادح العلة ومسالك العلة. ده باب كبير وباب عظيم، وما يجري فيه القياس بقى أيضا باب كبير. فالقياس، ولذلك القياس من يعني أهميته قد أفرد بالتأليف. الإمام أبو حامد الغزالي ألف في مسالك العلة، ألف مؤلف كبير في مسالك العلة، وغيره ألف ودرج عليه وهكذا. وأما القياس فهو لغة التقدير والمساواة، لأن تقدير القسط الشيء بالشيء، يعني إيه؟ يعني قدرته به. قسط الكوفية هذه بالمتر، يعني قدرتها بالمتر، وإذا قدرتها بالمتر
فينبني على ذلك أن المتر قد ساوى هذه الكوفية. ولذلك التسوية لازمة للتقدير. قست الثوب بالذراع، الذراع ده عبارة عن إيه؟ عن مقاس من ولذلك إحنا عندنا مصريين بيقول لك إيه؟ على المتر يقول لك ده مقاس، قياس. قياس يعني تقدير، يعني قدرنا شيئا بشيء. يعني مسكنا كده أول المتر وأول القماشة وآخر المتر مع آخر القماشة فحصل بينهما مساواة، يبقى هو ده التقدير. التقدير ده شيء يعني يفعله القائس. ويلزم من تقدير شيء بشيء وجعل علاقة بين شيء وشيء أن يحصل بينهما مساواة. أجيب اتنين كده، آتي باثنين متساويان في الطول، فإذ ده بالمقياس وإذ ده بالمقياس، يبقى أنا عملت إيه؟ قدرت هذا وقدرت هذا فحصل في النهاية المساواة. فهنا هذا من عطف اللازم على الملزوم، لأن التقدير ده لازم. لازم لإيه؟ المساواة لازمة للتقدير، التسوية لازمة، والتقدير ملزوم. هذا من قبيل عطف اللازم على الملزوم. فهمنا ولا لا؟ دي حاجات دقيقة، ما هنعمل ده علم، مش جايين احنا نخطب جمعة ونقول كده درس خطابي، لا، درس أكاديمي. تقول قست هذا بهذا، يعني ايه قست هذا بهذا؟ يعني قدرت هذا بهذا فحصلت منه المساواة. اي قدرته به، يعني قدرت شيء بشيء، والتقدير يلزم منه المساواة. والتقدير عبارة عن نسبة شيء لشيء. قال صاحب الأساس، مين صاحب الأساس؟ الزمخشري، له كتاب اسمه الأساس، أساس البلاغة، هو عبارة عن قاموس ومعجم من المعاجم اللغوية، غير أنه امتاز بشيء لم يقم به من غيره، لم يقم به غيره، وهو أنه بين المعاني الحقيقية من المعاني المجازية بخلاف بقية القواميس، يذكر كل الاستعمالات ولا يضبط لك الحقيقة من المجاز. لكن الزمخشري عبقري، حتى في تفسيره كان عبقري، عبقري عبقري، وضبط لك الحقيقة من المجاز. لم يأتي بكل استعمالات الكلمة، اللسان العرب ترى يأتي بكل الاستعمالات ولا يبين لك الحقيقة من المجاز، أو لا يلتزم هذا، قد يبين في بعض المواطن ولكن لا يلتزم هذا. أما الإمام الزمخشري في أساس البلاغة التزم هذا وبين المعاني الحقيقية من المعاني المجازية. وهنا إضافة دقيقة أتى بها الإمام الرملي حتى يبين لك أن القياس مما يتعدى بحرف الباء. قست بكذا وقست على كذا وقست إلى كذا. الإمام الزمخشري يقول بأن قاس تتعدى بالباء وعلى وإلى. دي مهمة يا مشايخ. في القاموس ليس هناك إلا التعدية بالباء وبعلى، قاموس المحيط لم يذكر إلا أنه يتعدى بالباء وعلى. إمام الزمخشري زاد التعدي به إلى. يعني ايه التعدي؟ يعني احنا عندنا فكرة
ان الفعل قد يصل معناه الى الاسم بنفسه. ضربت زيدا، فضرب تتعدى الى المضروب بذاتها وبمفردها لا بمعونة شيء آخر، فالضرب قد تعدى ووصل إلى زيد المضروب بنفس الفعل. سليم كده؟ وأحيانا لدينا أفعال تتعدى، أي ينتقل مصدرها إلى من وقعت عليه بحرف الجر، يبقى معناها انتقل إلى غيرها بوسيلة اسمها وسيلة حرف الجر. وأحيانا هناك أفعال قاصرة لازمة هي في ذاتها لا تتعدى. مات زيد يعني وقع عليه الموت، ما انتقلش إلى مكان آخر، مات زيد. ولكن ضرب عمرو زيدا، لا ده تعدى هو، لكن تعدى بإيه؟ تعدى بنفسه. ذهبت إلى المدرسة، أو ذهبت إلى دار الإفتاء. الذهاب لا ينتقل ولا يصل إلى الدار بنفسه، بل لابد من حرف جر يأخذ المصدر وهو الذهاب وينقله إلى دار الإفتاء. يبقى لا تعدى بإيه؟ تعدى بإلى. القياس كذلك، قسط بكذا اللي هو التقدير، انتقل إلى المقيس بحرف الباء. قسط على، التقدير انتقل إلى المقدر بعلى. زاد الزمخشري إلى. فاهمين يا مشايخ؟ طيب، دي حاجة مهمة، والإمام الرملي أراد أن يشير إليها إشارة دقيقة، مما يدل على أن الكتاب ده كتاب متين، مليان علم، مليان شغل، واخد بالك؟ والعلم في هذا العصر عزيز، يعني العلم والصناعة والخبرة لا مش هتلاقيها، واخد بالك؟ قال: واصطلاحا، معطوف على لغة يا أولاد، ما هو قال لغة واصطلاحا. طيب يا سيدي، رد الفرع، رد الفرع معناه أنني سويت شيئا بشيء. الرد معناه ايه؟ معناه التسويه. تسويه في ايه يا مولانا؟ التسويه بين الفرع وبين الاصل في الحكم. يعني هات لنا بقى ايتينا بمعنى اقرب. المعنى الاقرب هو انني اعطي الفرع حكم الاصل بسبب ان الفرع والاصل مشتركان في علة الشيء. يبقى معنى رد، مش الرد معناه ان انت تاخد الحاجة وترجعها تاني، لا، الرد معناه ايه؟ اني انا بعطي حكم شيء لحكم شيء اخر. ردينا على الاصول. طيب، رد الفرع، والفرع ليس المراد به يعني معنى الفرعي الشيء الذي حصل فيه معنى الفرعية، ده المراد الشيء الذي يصير بعد القياس فرعا، عشان نهرب من قضية الدور. يعني ما من شأنه أنه سيكون بعد ذلك وبعد إتمام عملية القياس فرعا، وكذلك قوله الأصل، وإلا للازم من ذلك كما سيأتي الدور. ليه؟ لأن بقول له القياس رد الفرع. هو إيه الفرع؟
ده الفرع يتوقف فهمه على فهم القياس. طب اطلع للقياس بره يا عم، قياس ما معنى القياس؟ يقول لي رد الفرع. اقول للفرع ما معنى الفرع؟ يقول لي الفرع هو عبارة عن شيء ويستند الى قياس، ويرجع تاني بره للقياس، لان كن ده فرع وكن دوت اصل، انما يكون بعد حدوث عملية القياس. فلا يسمى الشيء فرعا ومبني على غيره الا بعد ثبوت القياس، ولا يسمى الشيء اصلا بالمعنى الاصطلاحي، وانه قد بني غيره عليه الا بعد عمليه القياس. فهيلزم من فهم، او يلزم او يتوقف فهم الفرعيه والاصليه على فهم القياس، ويتوقف فهم القياس على فهم الفرعيه والاصليه، لانها ماخوذه في تعريفه، فيدور الامر هكذا. وياتي هو بعد ذلك سيرد على فكره الايه، فكره الفرعيه والاصليه والدور، وما هو المخرج من الدور، لان اصل هم وضعوا ضوابط للعلوم، وبداوا ان هم يحاكموا المؤلفين على هذه الضوابط، فدي مدارس مش لعب يعني، قضيه صناعه، والصناعة لها أدوات، وليست المسألة يعني كلاما يعني بالكوم لا تحصل منه شيء. قال رد الفرع، أي فرع كان، عايز يقول له أي فرع، سواء كان الفرع موجود أو الفرع معدوم، كل ما يسمى فرعا موجودا كان أو معدوما. لأننا ممكن أقيس الفرع المعدوم حاجة مش موجودة، صورة متخيلة، واخد بالك، مسألة يعني افتراضية معدومة على الحب، بتقدير أنها لو وجدت أو موجود، أو الفرع موجود بالفعل كالنبيذ، ما هو موجود، ممكنا كان هذا الفرع، كان ممكن الحصول او كان ممتنع الحصول، يعني انا اقيس فرع ممتنع على اصل ممتنع بجمع لهم بقى علة تجمعهم الى الاصل. الاصل هو المحل الذي علم ثبوت الحكم فيه، يبقى الفرع هو المحل. يبقى خرجنا حينئذ من معنى الفرعية ومعنى الأصلية، ولذلك هربنا من الدور. المحل يعني الذات، النبيذ على الخمر، فالنبيذ ده فرع والخمر ده أصل، وهذا مثال افتراضي كما علمنا شيخنا رضي الله عنه وأرضاه. النبيذ ده فرع، فرع باعتبار انه محل، اهو محل، المحل اللي هو ايه؟ اللي هو المادة. يبقى المراد من الفرع المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه، والمراد من الأصل المحل الذي يراد، أو المحل الذي علم ثبوت الحكم فيه، وليس المراد معنى الأصلية والفرعية التي هي من أركان القياس، عشان نهرب من الدور. بعلة أي بسبب أمر جامع مشترك بينهما، بعلة أي بسبب أمر مشترك بينهما يوجب هذا الاشتراك أن يجتمع في الحكم. يبقى بعلة يعني إيه؟ الباء هنا متعلقة بإيه؟ الرد بعلة. خلي بالك، رد الفرع إلى الأصل بيا مولانا بعلة، يبقى الباء متعلقة بإيه؟ متعلقة برد، رد بعلة، والباء معناها إيه؟ معناها السببية، أي بسبب علة. فلا رد
إلا إذا كان هناك وصف جامع يقتضي المشاركة، مش رد كده وخلاص. ولذلك قواعد الدين ليس فيه شهوة، الدين قواعد، العلم ده أدوات وقواعد حاكمة، من اتبعها هدى ومن تركها ضل، ولا علاقة لها بالهوى. مفيش هوى في الدين، في العلم ده مفيش هوى. انت اتبعت المنهج العلمي هتصل، ما اتبعتش المنهج العلمي مش هتصل. زي انت لما بتركب طائرة من مصر الى ماليزيا، في طريق مرسوم لك مشيت فيها توصل لماليزيا، الطائرة ما مشيتش فيه هتوصل لبلد اخر وقد لا تصل، تعرفش راحت فين. يبقى العلم ده له طريق وأدوات نصل من خلاله إلى هدفنا، مشيت صح هتوصل صح، مشيت غلط تتخطفك الأهواء مش بتاعك. تجمعهما بعلة، تجمعهما يعني بعلة مشتركة. جماعة يعني إيه؟ يعني العلة في الأصل مماثلة للعلة في الفرع، ومثلها معناه ايه؟ مثلها في النوع، في الحكم. طيب، اي تدل تلك العلة على اجتماعهما في الحكم المعلول، الاصل ثبوتا ونفيا، سواء كان الجمع ده هيؤدي الى ثبوت الحكم او يؤدي الى نفي الحكم. شرعيا كان، ده هو كده هنا بيؤصل لي ان القياس يكون في الشرعيات، وان القياس كذلك يكون في العقليات، فالعقليات يدخلها قياس، يقول لك ده قياس عقلي، او لغويا ايضا واللغة يدخلها قياس. يبقى القياس يجري في العقليات واللغويات والشرعيات. وخرج، يبقى هنا شرع في ذكر محترزات التعريف. حفظنا التعريف رد فرع إلى أصل بعلة تجمعهما في الحكم. ينبغي عليك تبقى حافظ الكلام ده، العلم كده محتاج منك ان انت تبقى حافظ. يعني اول ما تروح النهاردة تمسك ورقة وقلم وتحفظ التعاريف وتضبط وتبقى ماشي، وأشوف الشيخ قال إيه في الدرس وأذكره وأحفظه. يبقى شرع في ذكر يا مشايخ محترزات التعريف، وخرج بقوله بعلة. بعلة يبقى لابد أن يكون الرد من الفرع إلى الأصل بعلة. طب لو ما كانش الرد بعلة، ألحقنا فرع بأصل ولكن ليس بعلة، ده يتسمى إيه؟ قد يتسمى رد بالنص. يكون الفرد هذا النص متناولا له، يكون هذا الفرد متناولا للنص، متناولا للنص. أقيموا الصلاة، طب ما انت فرد من افراد الذين خوطبوا بالصلاه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، طب ما انت فرد شملتك العمومات، فادخالك تحت هذه العمومات يسمى رد بالنص، الحاق بالنص، او الحاق بالاجماع كذلك. اما يقول لك مثلا كل مسكر خمس، فيدخل تحت هذا مثلا النبيذ، يبقى النص تناول النبيذ، يبقى رددنا النبيذ وهو فرد من الأفراد إلى النص وهو كل مسكر خمر. وثبوت الإرث، وثبوت إرث الخالة كما ثبت للخال، ده يبقى من قبيل الإجماع وليس من قبيل النص.
ده إذا لم يكن هناك نسب، إذا لم يكن هناك عصب. وثبوت الإرث للخالة كما ثبت للخال، لأن الإجماع قائم على أن الخالة تعطى ما يعطاه الخال. وقد ثبت الإرث للخال بقوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. ده كلام الشيخ زهير، الشيخ أبو النور زهير. ودي من الحاجات اللي أنا كنت بحضرها من 15 سنة، كانت الطلبة زمان أكثر اعتناء من الآن، كانوا بيكتبوا. فإنه لا يكون قياسا، يبقى هذا الإلحاق إذا لم تتحقق فيه شرطية الرد بالعلة لا يكون ضرب من ضروب القياس. يبقى عندي إلحاق بالنص، عندي إلحاق بالإجماع، عندي إلحاق بالقياس، بتسميه كل ده رد. وخرج أيضا ده كلمة يعني مصدر آض يئيض، هي مصدر لآض يئيض يعني رجع يرجع، آض أيضا يعني رجوعا إلى ما سبق، اللي هو إيه ما سبق؟ اللي هو الرد بعلة. ما إذا كان الحكم خارجا عن منهاج القياس، لا لمعنى، فإنه لا يقاس على محله. يعني إيه؟ يعني قد يكون الحكم ثابت مخالف للقياس، في أحكام ثبتت مخالفة للقياس، فالأحكام التي ثبتت مخالفة للقياس لا يصح أن نقيس على هذه المحل. ليه؟ لأنه خرج عن سنن القياس، خرج عن منهاج القياس. كالقياس على الرخص مثلا عند بعضهم، لا لك ده الرخص دي خلاف على خلاف القياس، وما دام هي على خلاف القياس يعني القواعد الفقهية يبقى لا يقاس عليه. قال: ما إذا كان الحكم الثابت خارجا عن منهاج القياس، يعني قواعد الدين وقواعد الشريعة. قواعد الشريعة بتقول لك الأصل إن حضرتك تصلي 4 ركعات الظهر، ولكن في حال السفر المعتبر لك أن تصليها 2 ركعات، فما ينفعش أن حضرتك تقيس على هذا، لأن دي رخصة خرجت على سنن القياس، خالفت قواعد الشرع لعلة فيها وردت في الشرع. لا لمعنى، يعني خرجت خارجا، يعني خرجت عن منهاج القياس لا لمعنى، لأن مثلا زي شهادة خزيمة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فما ينفعش أنا أقيس على خزيمة أقول والله خير الأنام وخير النظام، شهادة كل واحد منهما تعدل شهادة رجلين قياسا على خزيمة. ده خزيمة أصلا ثبت مخالفا لقواعد الشرع التي قالت بأنه لا تقبل في الشهادة إلا شهادة رجلين، ويأتي ويضرب مثال لذلك. كل ده هتلاقيه موجود في جامع الجوامع عندك في المحلي ذاكر الكلام ده. لا لمعنى، فإنه يعني فإن الحال والشأن لا يقاس على محله، أي على المحل الذي خرج عن سنن القياس، يعني لا يقاس على المحل الذي خرج عن سنن القياس لتعذر التعدية. تعذر التعدية يعني لعدم إمكان التعدية، لأن المحل ده خرج عن القواعد فلا يقاس على هذا. لتعذر التعدية حينئذ، لأنه يشترط في حكم الأصل أن يكون جاريا وساريا على سنن القياس وطريقته، بأن كان
مشتملا على معنى، ذلك المعنى يوجب التعدية، أي التعدية من الأصل إلى الفرع. فما خرج عن ذلك، عن السنن وعن القواعد، بأن لم يشتمل على معنى المذكور لا يقاس على محله، كالحكم الثابت لخزيمة وهو قبول شهادته، وجعلها قبول شهادته وجعلها قائمة مقام شهادة رجلين، حكم خاص بخزيمة يعني سبقك بها عكاشة، فإن في ذلك تصديقه وعلمه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إلا حقا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جعلها خصوصية لي، خلاص ما ينفعش حد يقص عليه، كشهادة خزيمة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد له خزيمة فحسبه، يعني كافيه خزيمة فقط، ولا يقوم أحد مقام سيدنا خزيمة. خلصنا من دي. وقال: والمراد بالفرع محل الحكم المطلوب. والمراد بالفرع، ايه هو المراد بالفرع؟ ما انت بتقول رد الفرع الى الاصل، ما هو الفرع؟ ما معنى الفرع في كلامك؟ هل معنى الفرع هو المقيس والاصل اللي هو المقيس عليه؟ ما هو لو انت اردت المقيس والمقيس عليه يبقى يتوقف معرفة كل واحد منهما على معرفة القياس، ويتوقف معرفة القياس على معرفة أفراد التعريف وهو المقيس والمقيس عليه. قال: لا، ده أنا أردت من كلمة الفرع والأصل المحل، يبقى الفرع معناه عندي المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه، والأصل المحل الذي قد علم ثبوت الحكم فيه، بس كده. لكن أنا مش أصد به لا المقيس ولا المقيس عليه، أنا أصد به المحل والمحل، يعني أنا أصد به النبيذ فيما إذا قسنا النبيذ على الخمر، وقصد بالأصل الخمر فيما إذا قسنا النبيذ على الخمر، يعني ذات الخمر وذات النبيذ، ودي التصور ذات الخمر وذات النبيذ على سبيل المثال، يعني لا تتوقف على قياس ولا غير قياس، سواء كان في قياس ما فيش قياس، أنا متصور لهذا المحل ومتصور لهذا المحل، فلم يتوقف تصور كل منهما على تصور القياس. ده حصيلة الكلام اللي قاله هنا، ملخصه يعني. قال: والمراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه، اللي احنا لما نيجي نقيس النبيذ على الخمر المحل اللي هو ايه؟ المحل اللي هو النبيذ الذي أردنا أن نثبت الحكم فيه، عايزين نعرف حكمه ايه؟ لا المقيس، لا الفرع الذي هو بمعنى المقيس الذي لا يعرف ولا يثبت له هذا الاسم إلا بعد ثبوت عملية القياس. وبالأصل محل الحكم المعلوم ثبوته، أي ثبوت الحكم فيه في هذا المحل، لا المقيس عليه. جميل، واضح جدا، أنا شايف أنها أوضح من الواضحات وأجلى من البينات. فسقط ما ورد عليه من أن معرفة الفرع والأصل في القياس تتوقف على القياس، اللي سائله من شوية. أنت لو قلت أنه الأصل والفرع والمقيس والمقيس عليه هيبقى عندنا مشكلة. إيه المشكلة؟ أني هقول القياس رد الفرع اللي هو المقيس الى الاصل والمقيس عليه، طب ما هو المقيس ده مشتق من القياس، ومعرفة المقيس متوقفة على معرفة ما منه الاشتقاق، ومعرفة ما منه الاشتقاق متوقفة على معرفة التعريف، والتعريف متوقف على معرفة افراد
التعريف وهكذا. والأصل في القياس فتعريفه، الضمير عائد لأيه؟ مشايخ للقياس. بهما اللي هو الأصل والفرع دور، دور يعني إيه؟ يعني أن القياس يتوقف تتوقف معرفته على أفراد التعريف، وأفراد التعريف تتوقف معرفته على القياس. نطلع للقياس نقول له يا قياس أنت معناك إيه؟ يقول لي أنا معناي رد المقيس إلى المقيس عليه. أقول له يعني إيه يا مقيس؟ يقول لي يعني إيه؟ اطلع بره القياس وأنت تعرف. وأطلع بره القياس أقول له معنى المقيس والمقيس عليه، يقول لي خش جوه وأنت تعرف. لا لا أنتوا بتحيروني بقى. وتحقيقه يعني القول الفصل في هذا الأمر أن المراد بهما، يعني أن المراد بالأصل والفرع ذات الأصل، اللي الذات اللي هي إيه؟ اللي هي جسم النبيذ، وذات الأصل اللي هي جسم الخمرة، صح كده؟ المحل. جميل ده، انت الكلام حلو اهو. حدش يقول لي القياس صعب، يقول لي القياس اصعب من كده. قال فتعريف، طيب قال وتحقيقه ان المراد بهما اللي هو الفرع والاصل، ذات الفرع والاصل وذات الاصل، صح كده؟ اللي هو ايه؟ اللي هو النبيذ والخمر. والنبيذ والخمر من قبل ما يتعرف قياس وانا عارف يعني ايه نبيذ وخمر. امال ايه بقى اللي موقوف على يعني القياس متوقف في معرفته عليه؟ قالوا لا، ده المحل ده باعتبار كونه اصلا، يعني وصفه بالأصلية اللي هو الخمرة، وصف الخمرة بالأصلية ووصف النبيذ بالفرعية، هذه متوقفة على القياس. فأنت لما عرفت، عرفت باعتبار إيه؟ قال أنا عرفت باعتبار إن الفرع هو المحل بغض النظر عن كونه تثبت له وصف الفرعية، و على الخمر بغض النظر عن كونه تثبت له وصف الأصلية. ما يش دعوة بالوصف، أنا قطعت النظر عن الوصف. إيه الجمال ده؟ والموقوف على القياس وصف الفرعية، يعني كون هذا المحل موصوفا بالفرعية في عمليات القياس، وكون هذا المحل اللي هو الخمرة موصوف بالأصلية في عمليات القياس. والعلة لا يتوقف فهمها على فهم القياس. طب ما انت قلت برضك بعلة، والعلة دي مأخوذة في القياس، فهل يا ترى فهم العلية متوقف على فهم القياس وفهم القياس متوقف على فهم العلية؟ قال لا، لأن العلة قد تكون موجودة حيث انتفى القياس. علة الحكم إيه؟ المنصوص كذا وكذا وكذا، وعنه ما فيش قياس. قال والعلة لا يتوقف فهمها على فهم القياس لوجودها في القياس وغيره. ده العلة موجودة في عمليات القياس وموجودة في حيث لا قياس. طب ما هو العلة في كون شهادة خزيمة بشهادة رجلين أنه صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية خاصة. طب ما فيش قياس ووجدت العلة، لأن العلة اعتبارها وصف. فلا دور في ذكرها، يعني في ذكر هذه، في ذكر العلة، ولا في ذكر الأصل ولا في ذكر الفرع.
بس هو هنا بيتكلم على العلة، فلا دور في ذكرها أي في ذكر العلة في تعريف القياس لثبوتها، يعني بسبب أنها ثابتة في القياس، وبيقول لك لثبوتها في إن هي سقطت من بعض النسخ. قال ولزم بالضرورة، يعني من هذا التعريف أن تكون أركان القياس أربعة. ليه؟ لأن حضرتك لما عرفت القياس رد وفي أصل وفي فرع وفي علة وفي حكم الأصل، يبقى عندنا يبقى الـ 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 القياس أربعة أركان أخذا من التعريف. الأصل وهو من ما علم ثبوت الحكم فيه، الفرع المحل الذي نريد إثبات الحكم فيه، ما نعرفش حكمه ولكن أردنا أن نثبت حكمه، العلة الجامعة يعني الوصف المشترك بين كل من الفرع والأصل، والحكم الملحق فيه أي في الأصل حكم الأصل، وذلك. طب وهو ليه انحصر في الأربعة؟ هيذكر لك بقى سبب انحصار الأركان في هذه الأربعة، أركان القياس في هذه الأربعة. قال وذلك لأنه من أدلة الأحكام، اللي هو إيه؟ اللي هو القياس. قياس دليل من أدلة الأحكام، يعني من الأدلة التي تثبت الأحكام، فلا بد من حكم مطلوب به، وما دام هو دليل يبقى يحتاج إلى أن يكون في حكم، وهذا الحكم مطلوب بسبب القياس وله محل، يبقى هو حكم لأنه دليل، وما من دليل إلا وله حكم، يعني الكتاب دليل، هذه الأدلة تؤدي إلى استنباط الأحكام منها. طب وما دام في حكم يبقى في محل هيتصف بهذا الحكم، لأن الحكم لا يقوم هكذا بنفسه، فما من حكم إلا ويحتاج إلى محل يثبت فيه، فلا بد من حكم مطلوب به أي بسبب القياس وله محل ضرورة طبعا، لأنه وصف والوصف يمتنع أن يثبت بدون محل يقوم به، والمقصود إثباته فيه، يعني والمقصود إثبات الحكم في الفرع لثبوته أي لثبوت الحكم في محل آخر، يعني بسبب أن الحكم قد ثبت في محل آخر، يقاس يقدر هذا به، فكان ذا هذا فرعا. ده معنى بقى الفرعية، وده ليه فرع؟ فرع لأنه انبنى على، يعني انبنى حكمه على وجود الحكم في الأصل، فهو بيقول لك هو المقصود إثبات لثبوت في محل آخر يقاس هذا به، ما هو لولا الحكم في الأصل لما ثبت الحكم في الفرع، فكان هذا فرعا وذاك أصلا لحاجته إليه، يعني لحاجة الفرع إلى الأصل حتى يثبت فيه الحكم، لثبوته أي لثبوت الحكم، لحاجته أي لحاجته أي إلى حكم الفرع، لحاجة الأصل إلى لحاجة الفرع إلى الأصل، قال لحاجته يعني لأن الفرع يحتاج إلى الأصل كاحتياج الولد إلى الوالد، وابتنائه يعني وابتناء حكم الفرع على حكم الأصل وابتنائه عليه، ولا يمكن ذلك في كل شيئين، يعني ليس هناك دعوة بأن كل شيئين
يمكن أن نلحق أحدهما بالآخر، بل لا بد من وجود معنى هو الذي يحصل به التعدية، مش أي شيئين هنعطي حكم أحدهما للآخر، وإلا لماذا نعطي حكم هذا دون أن نعطي حكم هذا؟ طيب، بل إذا كان بينهما أمر مشترك، حاجات مهمة جدا، بل لا يعطى حكم هذا إلى ذاك إلا إذا كان بينهما وصف جامع ولا كل مشترك، وليس كل مشترك هو الذي يقتضي التعدية. طب ما هو النبيذ والخمر الاثنين محلين، ليس معنى كون النبيذ سائل والخمر سائل هلحق النبيذ بالخمر، ولا ان كون ان ده موجود هلحق يعني النبيذ بالخمر في الحكم لانهما يعني موجودان وهكذا، او لكونهما مشروبان، او لكونهما متفقان في اللون. ليس كل ما هو مشترك يقتضي الإلحاق، بل مشترك يقتضي الاشتراك في الحكم، بل لابد أن يكون مشترك ووصف جامع داعي إلى أن يكون أحدهما مثل الآخر، ونسميه علة الحكم، ونسمي هذا المشترك الذي تسبب في الإلحاق علة للحكم. فلا بد أن نعلم علة الحكم في الأصل. عايز تقيس؟ تعمل إيه؟ أول حاجة تذهب إلى الأصل وتبحث عن علة الأصل. هو الأصل ده علته إيه؟ والله الخمرة حرمت لإسكارها، وهذا يعني قد ورد في النص، يبقى العلة في تحريمها هي الإسكار. ثم بعد ذلك أذهب إلى النبيذ، النبيذ يشرب وأيضا يسكر، فما لم يسكر يبقى اتفق الإسكار هنا الذي علم ثبوته يعني عليته في الأصل، وكذلك هذا يسكر يبقى نلحق هذا بذاك لاتفاقهما في العلة، ويعلم ثبوت مثلها مثل العلة اللي هي الإسكار في الفرع. يعني أنا عندي الأصل وهو الخمر ده مسكر، والفرع وهو النبيذ مسكر، يبقى ثبت في الفرع مثل ما ثبت في الأصل، يعني علة الفرع مماثلة لعلة الأصل، مش هي لأن ده عرض، والعرض لا يقوم بمحلين ولا أبقى زمانين، ده وصف، الإسكار ده وصف. الثبوت عينها مما لا يتصور. أهو أقول والله إن الإسكار الذي في الخمر بعينه هو الذي في النبيذ، تبقى مجنون على طول، لأن النبيذ الإسكار اللي موجود فيه ليس هو عين الإسكار اللي موجود في الخمر. ليه؟ لأن الإسكار ده وصف، ده معنى جميل، عرض، ومدام عرض العرض لا يقوم بمحلين، ما يبقاش في الكوباية دي نفس اللي في الكوباية دي، ولذلك من قواعدهم أن العرض لا يقوم بمحلين، مش هيبقى نفس ده هو ده، لا، ده هذا مثل هذا. ليه؟ قال لأن المعنى الشخصي، المعنى الشخصي مش النوعي، المشخص، شخص يعني إيه؟ يعني مشخص وموجود في مكان بعينه، لا يقوم بعينه في محل آخر، ده القواعد كده. وأفاد قوله بعلة تجمعهما في الحكم أنه يعتبر فيها اشتمالها على علة، بعلة تجمعهما، لأن الجمع في الحكم فرع اشتمال العلة على حكمة. طب ما هو جمعت
العلة، جمعت الأصل بالفرع في الحكم، ربطت الاثنين في الحكم. قال له ده يعتبر فيها ان لابد ان تكون العلة مشتملة على حل على حكمة. قال انه يعتبر فيها، اي في العلة، اشتمالها يعني اشتمال العلة على حكمة، هذه الحكمة تبعث المكلف على الامتثال. اما نسأل عن الخمر، انت علتك ايه يا خمرة؟ قالت انا علتي الاسكار. طب يا اسكار، الحكمة من اني ربنا يحرم الخمرة بسببك؟ يقول لي لاني انا بذهب العقل، والعقل ده مناط التكليف. خلي عقلك صاحي علشان خاطر تتلقى تكليف المولى وتقوم بالأمانة التي أوجب الله عليك أن تقوم بها، ما تغيبوش، لأن هو مجعول لرسالة، لعبادة الله ولعمارة الكون. فلما يعرف ان ده انت عقلك ده لو غاب هيبقى في مشاكل، عقلك ده لو غاب وسكرت قد تبيع مالك، يبقى ذهاب العقل والسكر يؤدي الى الدمار والى الضرر الشديد، قد يكون مصيبة من المصايب ويؤدي ذلك الى زنا المحارم، يبقى مصيبة. سقوط التكاليف مصيبة. يبقى هذه الحكمة إذا علمت كان المكلف سريع الامتثال. ده قدامه كوباية خمر، قبل ما يشربها هيفكر هي هتعمل فيها ايه الخمر، تذهب عقلك، وممكن تقوم تطلع المحفظة وفيها مرتب الشهر وتديه لأي سائل وانت متعرفش، وممكن تمضي على بيع أرضك وبيع مالك، وممكن تكفر بالله، وممكن ان انت تطلق مراتك وعيالك وتبقى دي الطلقة الأخيرة. لا 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 لا، الحمد لله بلاش من الخمر، الحمد لله. يبقى انت عندك لما تعلم الحكمة يعني سرعة في الامتثال، تقوم واخدها وتروح مكسرها، يبقى دي سرعة في الايه؟ في الامتثال، اذا علمت الحكمة التي اشتملت العلة عليها. كل علة كأن كده لما تفتحها بداخلها حكمة، الحكمة دي تبين لك لماذا شرع الله الحكم. يا سلام، الحمد لله على هذا. وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بها، وتصلح اللي هي ايه؟ العلة مش الحكمة، لأن الحكمة لا يناط بها الحكم. وتصلح شاهدا أي العلة لإناطة الحكم بها، يعني لتعليق الحكم بالعلة. كحفظ النفوس، فإنه حكم ترتب على وجوب القصاص، والقصاص ترتب على العلة وهي القتل العمد العدوان. جميل. يبقى وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بها، وكونها ضابطا لحكمة، دي حاجة تانية بقى. يبقى لما نيجي بس نفكر ونشوف موضوع القصاص، ولما أوجب الله القصاص؟ أوجب الله القصاص
لأنه ده قاتل توفرت فيه علة القتل العمد العدوان. طب ولما جعل القتل العمد العدوان مما تنبني به عليه القصاص، وجوب القصاص؟ قال من أجل حفظ النفوس. طيب خلاص، مدام إني قتل العمد العدوان مشتمل على حكمة وهي حفظ النفوس وحفظ الذرية، يبقى الحمد لله احنا كده هيبقى عندنا سرعة للامتثال. رقم اتنين، ان العلة بعد ما اعلم انها مشتملة على حكمة يكون عندي عقيدة ان العلة دي صالحة لأن يتعلق بها الحكم. قتل عمد عدوان، ده انت متعمد، مش ناس، مش غلطان، مش مخطئ، شبه عمد، متعمد قتل عمد ومعتدي كمان في قتلك، يبقى وجب فيه القصاص. لماذا وجب القصاص؟ لأنه قتل عمد عدوان. طب وما هي الحكمة التي اشتملت عليها العلة؟ الحكمة أننا أردنا أن نحفظ النفوس. لما أعلم بقى الحكمة التي اشتملت العلة عليها، يبقى تكون العلة صالحة لأن يتعلق بها الحكم. تقول لا تمام كده كويس، لكن مثلا ما ينبنيش الحكم على القتل الخطأ، ده لا في عمد ولا في عدوان ولا في أي حاجة، ده حاجة كده حصلت بغير إرادتي. طيب يلا، فإذا علم أنه إذا متى قتل اقتص منه انكف عن القتل. صحيح، إذا هو زي مثال الخمر اللي قلناه لكم، خلاص احنا استغنينا بمثال الخمر، فكان في ذلك بقاء حياته وحياة من أراد قتله. أول ما يعرف إن هو متى قتل بس خلاص، إيه ده أنا لو قتلت عمد عدوان ده أنا هتقتل، ولو اتقتلت أنا عايز أعيش وإيه وسيبني عيش. طب يبقى هي كده خلاص، يعني الحمد لله إذا أيقنت هذا هتكف عن القتل. يبقى بص بقى اللي حصل، إيه العلة وجواها حكم، أدركت العلة وعلمت الحكمة التي اشتملت عليها العلة، حدث لك انكفاف عن القتل. ولذلك العرب بتقول لك إيه القتل، كانوا بيقولوا القتل إيه، أنكى بالقتل، يعني القتل يصد عن القتل، لأنه متى علم أنه متى قتل سيكف، أنفى للقتل. القتل أنفى وأبدع منها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القتل أنفى للقتل، قتل لك. شو بقى القرآن عدل عن هذا للبراعة والبيان، ولكم في القصاص حياة بالكسر. أنا عارف، حاضر، واحد بيقول بالكسر يا مولان، حاضر، ولكم في القصاص حياة، سمعنا وأطعنا. بس مش كده يعني، ما يعني بالراحة. وهذه الحكمة تبعث المكلف على ترك القتل، وتبعث ولي الأمر على إيجاب القصاص. ماشي، القصاص بالكسر، وكونها ضابطا لحكمات،
اللي هي ايه؟ اللي هي العلة. طب ما انت قلت هنا اشتمالها على حكمة تبعث المكلف، وكونها ضابطا لحكمة عطف على اشتمالها، أي يعتبر فيها الاشتمال على حكمة يعني جواها، وكونها وصفا ضابطا لحكمة، وكونها أي العلة وصفا ضابطا لحكمته. وقد علم ذلك مما مر، يعني اللي فات يكفي، احنا قلنا الكلام ده النوبات اللي فاتت، أي من قوله يعتبر اشتمالها على حكمة إلى آخره فهي تكرار. ما انت يا مولانا قلت مشتمل على حكمة، وهنا بتقول وكونها ضابطا لحكمة بتضبط الحكمة، أنا وجهة نظري أن هي تكرار فيما قرأناه قبل ذلك. ماشي، ده وجهة نظري كده، لكن لو حد عنده حاجة تانية ما عنديش مانع، هذا فهمي للعبارة، وقد يكون لأحد آخر فهم آخر، ما عندنا سعة صدر في المناقشة، لم ندعي أننا حزنا كل الفهوم وحزنا كل يعني الفتوح. ممكن يفتح على أحد يقول لك لا أنا ليه وجهة نظر فيها، وكونها ضابطا لحكمة تختلف عن كونها مشتمل على حكمة تبعث المكلف على الامتثال، لأنه ممكن يكون الأولى أعم أخص والثانية أعم مثلا، يعني يقول لا وكونها ضابطة إلى حكمة ممكن تكون الحكمة أعم، سواء كانت باعثة على سرعة القبول والعمل أو ليست باعثة على هذا، ممكن يعني حدش عنده أي اعتراض خالص. هو لعل هذا أيضا هتلاقيه موجود في المحل، والحواشي على المحل توركت بهذا، لأننا رجل تقليدي شوية، بعض المشايخ كانوا يقولوا لي كده وإحنا بنناقشهم انت نمطي. ليه؟ لأن أنا بحب أن أنا أستصحب يعني أستصحب نص، أو أكون دايما ماشي فيه يعني إطار وسقف العلماء، دايما يبقى أنا أحب كده يكون لي سند في هذا. أما بقى الإبداع والاجتهاد والكلام من ده لا، أنا لسه ما وصلتش، بعد 150 سنة من الآن نقابلكم إن شاء الله لعلي. وعدم تأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل، اللي هي إيه؟ اللي هي باردك العلة. وعدم تأخر ثبوتها أي ثبوت العلة عن ثبوت حكم الأصل، يعني ما يقولش حكم الأصل أولا ثم بعد ذلك ندور العلة تثبت بعد ذلك، لا، بل لابد أن تكون مع حكم الأصل، العلة موجودة مع حكم الأصل، لأنه لو كانت العلة معرفة أو باعثة فإن ذلك لا يتأخر، لا تتأخر معرفته عما كان باعثا له. ما هي لو العلة باعثة، باعثة يعني انتوا عارفين يعني ايه باعثة، هيأتي في آخر الكلام ويتكلم على العلة الباعثة، يعني كأنها من أجلها كان الحكم، ودام من أجلها كان الحكم يبقى لابد أن تتقدم. طب لو كانت معرف، ما هو المعرف ما بيتأخرش عن ما كان معرفا له. قال وكهو كذلك، أي الحكم كما يفهم من كلامه، أول ما يقول لك إيه وهو كذلك يعني والحكم كما يفهم من كلامه، خلافا للإمام الرازي. الإمام الرازي ما لم يوافق على هذا الشرط. وعدم عودها أي العلة على الأصل بالإبطال، يعني العلة ما أقولش والله خلي بالك النص ده في علة، لكن لما نأخذ العلة نجد إن العلة تبطل حكم الأصل،
يعني ألا تعود على الحكم الذي استنبطت منه، وذلك لأنه منشأها، لأن الحكم ده هو منشأ العلة، فكيف تكون العلة التي انبثقت من هذا الحكم مبطلة للحكم ده؟ فإبطالها إذا أبطلت العلة الحكم يبقى أبطلت نفسها، لأن الحكم ده هو اللي استنبطنا منه العلة، فالعلة هتيجي وتبطل الحكم يبقى هتبطل نفسها، لأنه حيث لا حكم لا علة. كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة، وجوب الشاة في الزكاة في كل 40 شاة 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 في كل 40 شاة شاة. يعني كل 40 فيها شاة، فاستنبطوا منها ايه؟ الوجبة الشاة العلة لدفع حاجة الفقير، فما دام دفع حاجة الفقير ممكن بدل ما نطلع الشاة نطلع تمن الشاة. السادة الحنفية قالوا له والله العلة في إيجاب الشاة دفع حاجة الفقير، فيجوز إخراج قيمة الشاة، فاستنبطوا معنى من النص كر على النص بالبطلان، ده النص أوجب الشاة، فأنت تقول هنخرج النقود يبقى العلة مش هي دفع حاجة الفقير، لأنك استنبطت من النص معنى يكر على النص بالبطلان، هيخلي النص غير معمول به. طيب، وعدم معارضة مقتضى المستنبطة منها، يعني ومن شروط الإلحاق بالعلة ألا تكون المستنبطة منها، أنا عندي علة منصوصة يعني بأحد طرق النصية، وعندي علة مستنبطة مستخرجة بأدوات معينة مش منصوصة، وعدم معارضة المستنبطة منها بمعارض مناف موجود في الأصل. يعني عايز يقول لك ان العلة المستنبطة ينبغي ألا يكون في النص والأصل، يعني الأصل اللي هو ايه المقيس عليه، ينبغي ألا يكون في المقيس عليه منافي ينفي هذه العلة المستنبطة، يعني ما يبقاش لها معارض، هذا المعارض موجود في الأصل، بمعارض مناف مناف لوجودها ومناف لها في الأصل، يعني هذا المعارض موجود في الأصل إذ لا عمل لها مع وجوده، لأن الأصل فيه معنى يرفض وجود العلة المستنبطة، يبقى عشان انت تعمل بالعلة المستنبطة مع وجود ذلك المنافي في الأصل تحتاج إلى مرجح، ومفيش مرجح. وعدم مخالفتها اللي هي العلة نصا، يعني وألا تخالف العلة نصا، أو إجماعا، يعني وألا تخالف العلة إجماعا من الإجماعات المعتبرة. طيب، لأن النص والإجماع مقدمان على القياس، مثاله مخالفة قول الحنفي المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيعها، أنا هقيس
أبو حنيفة يعني شغال بقى يعني ده إمام. قال والله المرأة عندي تزوج نفسها. طب ليه مولانا؟ قال لك والله النكاح ده عقد. قال له اه. قال والبيوع عقد. قال له اه. قال لك أنا سألحق النكاح في يعني جوازي توليتها بالمعاملات في جواز توليته بجامع أن كل منهما عقد، فكما لها أن تعقد وأن تبيع وأن تشتري وأن تؤجر، فكذلك لكون ذلك عقدا فكذلك يجوز لها أن تزوج نفسها بجمع العقد. قال له بس خلي بالك اللي انت بتقوله ده، هذا القياس خالف النص. قال لي فين؟ قلت له أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل. فالقياس ده والعلة بقى اللي انت استنبطتها دي عارضت النص اللي هي معنى العقدية. طيب فإنه مخالف لحديث أبي داود وغيره، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجمع السفر، فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه. أقول لا، خلي بالك أنا هقيس الصلاة في أنها غير واجبة، يعني عدم وجوب الصلاة يعني المسافر لا تجب عليه الصلاة. قلنا له يا خفيف فين الأصل اللي أنت قست عليه؟ ما أنت هتلاقي الهرتاء ده، خلي بالك ده علم، ده لو حد قال بيه بالنسبة لمن يرتكبون الهبل في زماننا هيقال عليهم دول مجتهدين، لكن خالفوا الصناعة في جزئية بسيطة، لكن أهل الزمان ده لا لا، ده حاجة ما وردتش على حد. الهبل الطبيعي، الهبل يعني الذي تضحك منه الحيوانات قبل العقلاء، هبل هبل يعني. يقول لك والله أصل المرأة يعني لها أن تصلي ولها أن تصوم في حال الحيض، لأن الصيام بيعمل لها طاقة إيجابية والصلاة طاقة إيجابية. يا أخي تعالي وعلى جمال انت هبل يا هبل، هو يعني بالطريقة دي يعني؟ طب سيبك بقى من الهبل ده، الهبل ده خلف الإجماع وخالفته النصوص، فيهبل يا من ترتكب هذا القياس اللي انت أهبل منه. الهطل اللي انت بتقوله ده خالف قواعد الدين وخالف المجمع عليه وخالف النص. ما انت الزمن ده هتلاقي فيه الهبل اللي على حق، كل يومين ثلاثة حد عايز يشتهر وهو فاشل في مجاله ولم يشتهر من خلال مجاله، يبدأ يقول لك كده فرقعة دينية جديدة تلفت الأنظار، اشتهر واتعرف بس خلاص، واللي هو عايزه هيعمله. فلو في دول محترمة هؤلاء تسكت أصواتهم، لأن الناس دي مرضى نفسي، اللي زي ده مريض نفسي عايز يستغل المجتمع من خلال الشهرة. طيب فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا عايز يقيس عدم وجوب الصلاة على عدم وجوب الصوم في السفر بجامع ان كل منهم في السفر. قال له اه، قال له القياس ده قياس حلو وجميل وابن حلال وعايز قبلة، بس هو عندنا في مشكلة ان شرط القياس ما يعرضش الاجماع، مع ان بص ايه قاس اصل على فرع بعلة، ولكن سبحان الله العلة دي مخالفة للاجماع ولذلك يرد القياس. وتعينها معطوف على اشتمالها،
أي يعتبر تعينها يعني تكون العلة معينة، خلافا لمن اكتفى بعلة مبهمة من أمرين مثلا. قال المحل ده في وصفين، أحد هذين الوصفين علة. قال له بس أنت إيه؟ لأن في محل آخر قيس على هذا وفي نفس العلة نفس الوصفين. فقلنا له لا، لابد أن تكون العلة الملحقة، العلة التي تجمع لابد أن تكون معينة، لأن العلة منشأ التعدية، والتعدية ده العلة دي هي المحققة للقياس الذي هو الدليل، ومن شأن الدليل أن يكون معينا. فما دام الدليل من شأنه لابد أن يكون دليلا معينا، فلا بد أن يكون الذي يوصل إلى ذلك المعين معين. طيب، وقفنا عند أنواع القياس.